المضاعفات كثيرة جدا، يعني نسبة اللي هو الوفيات 100%. رسالتنا انه يجب ايقاف هذه الحرب، يجب ايقاف هذه العبادة. ليس لهم اي علاقة بالموضوع ده العسكري ولا السياسي ولا هذا. يجب على المجتمع الدولي انه يضغط على حكوماته كان يجب ايقاف هذه الحرب. هذا عشرة الاحتياطية. لأول مرة احنا نشوف اصابات مثل هذه، حروب من درجة رابعة، إصابات مباشرة في كل الجسم. حسبي الله ونعم الوكيل.